مفيش شك ان كلنا بنسعى للسعاده في حياتنا، كلنا بيبقى عايزين نبقى سعداء، نستمتع باللحظه اللي احنا فيها. يعني حققت حلم، عايزه ابقى مبسوطه بالحلم او حاسه باستمتاع اللحظه الحقيقيه. بنسال ازاي ممكن نعمل ده، احس اكتر ازاي، ابقى مبسوطه اكتر ازاي. سعاده 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 سعاده، عايزه اوصل لمرحله من السعاده رهيبه. ده كلنا، مش انا بس، مش هايدي بس، كلنا بنبقى عايزين السعاده طول الوقت في حياتنا، بس ازاي، فين وليه، ده اللي هنعرفه في الفقره دي دلوقتي، فقره كتاب يهمك. زي ما اتفقت معاكم ان احنا ان شاء الله كل اسبوع هنعمل لكم الفقره دي علشان نقول لكم كل حاجه فيها كويسه، فجبنا لكم كتاب مهم قوي، وهو كتاب قهوه صباحيه مع النفس للكاتبه الدكتوره نشوى صلاح. وبرغم ان اسمه غريب شويه لكنه ممتع الحقيقه، لانه بيعرفك ازاي ممكن تحققي عنصر السعاده في حياتك بطريقه تبقى مناسبه ليكي جدا. واهم العناصر في الكتاب هو التدريب، وده اعتقد ان التدريب ده مهم جدا جدا حتى في الطب النفسي، ان انت تكوني بتقري الكتاب وبتتدربي في نفس الوقت. كل ده هنعرفه النهارده من ضيفتنا الجميله الدكتوره نشوى صلاح. منورنا يا دكتور، اهلا بيك. ده الحقيقه انتوا والجمال، ربنا يخليك. الحقيقه يعني عايزه حضرتك على حاجه، ان انت اصلا مديلي طاقه ايجابيه. فعلا ما شاء الله مبتسمه وفعلا مصدر سعاده. ربنا يخليكي، ربنا يخلي حضرتك. نوصل بقى لمصدر السعاده ازاي؟ مش معقول ابقى قاعده مع بنتين بهذا الجمال وما بقاش سعيده، يعني ده طبيعي على فكره. ربنا يخليك. طب سؤال بقى فرح اللي قالته لك، نوصل ازاي للسعاده؟ بصي بقى، ايوه، اولا بما ان هذا الكتاب يهمكم اللي هو قهوه صباحيه مع النفس، فانا عملت، هو عباره عن 6 رشفات من القهوه. اوكي. اول رشفه كانت السعاده، الشيء اللي فرح اهتمت بيه. السعاده. بالظبط. وعايزه اقول لكم السعاده دي حاجه مهمه قوي ان احنا نعرف مفهومها. فعلا. اول حاجه لازم نبقى عارفين ان مفيش حاجه اسمها سعاده طول الوقت. اوكي. مستحيل مستحيل. فلما تجيلك اوقات تبقي سعيده واوقات اقل، يجب ان انت تبقي عارفه ازاي تاخدي من اوقات السعاده علشان تقدري تكملي الباقي لما تبقي اقل. ده مهم قوي. تاني حاجه لازم ابقى عارفه ان السعاده هي شعورين مع بعض، مش شعور واحد. الشعور بالنشوه اللي هي الفرحه مع الرضا. هتقولي لي طب هي الفرحه لوحدها مش كفايه؟ لا، انا واحده زيي ممكن اقعد قدام تورتايه اكلها، اوكي، انا مبسوطه جدا، تمام، بس يعقبها ايه؟ التخن. ندم. طبعا ندمانه. التخن وصح، يبقى هنا نشوه بس مش معرض، ياخد قطعه تأنب بقى، بس كده. فالشعور بالسعاده يجب ان يتوافر فيه الشعورين دول. طيب الله. ازاي فرح ابقى يعني على قد ما اقدر سعيده؟ في الكتاب اقترحت 3 حاجات مهمين قوي. اتفضل. اقترحت ان كل واحد فينا يكون عنده بلوك نوت، يكون عنده اجنده، يكون عنده حاجه خاصه بيه، اقسمها ل3 اجزاء. تمام. مهمه جدا. وخلوا بالكم ان الكتابه، وده اللي احنا استخدمناه في الكتاب، كايند اوف هيلينج، نوع من انواع الاستشفاء، انك تكتبي. اني اكتب يعني يبقى عندي كراستي اكتب فيها. مهم جدا. طيب لوحدي. هكتب ايه؟ ليه بقول لك هنقسمها 3 اقسام؟ واحنا بنتكلم عن السعاده. 1، لحظات السعاده. تمام. 2، لحظات الامتنان. تمام. 3، النعم. طيب لحظات السعاده هكتب فيها ايه؟ هقعد كل يوم بالليل وافتكر لحظه او 2 انا كنت سعيده قوي فيهم في حياتي. من يوم، من اسبوع، من شهر، مش فارق معايا. لحظتين افتكريهم واكتبيهم بالتفاصيل. اكتبي كنت قاعده فين، الريحه كنت شامه ايه، كنت شايفه ايه، كان ايه احساسك. اكتبي اكتبي عشان استحضر الصوره. برافو عليكي. ده في السعاده. طيب والامتنان، اكتبي شكرا. شكرا لايه؟ ممكن تقومي بكره تقرري خلاص يا نشوى صالح قالت لي اكتب في دفتر الامتنان شكرا. شكرا ايه؟ افتح البلكونه الاقي شجره عمري في حياتي ما خدت بالي منها، فاكتب انا ممتنه لان في شجره ورد ما شفتهاش قبل كده، ممتنه لابويا لانه رباني، ممتنه لابني لانه بجد بيحاول يكون كويس. نكتب ده كله. النعم، الحمد لله على ايه؟ كل يوم اكتبي حاجتين. الصحه، العين،
والحاجات دي على فكرة بتحتوي حاجات كتير قوي. أنا لمستيني جدا من جوايا يعني. ده مهم أنا هي مصدقة. لمستيني قوي فعلا دلوقتي. عارفة صراحة. يوم ما هتبقي زعلانة أو متضايقة أو داون يعني بيحصل كلنا كده، وهتفتحي الدفتر ده اللي أنت كل يوم بتكتبي فيه لحظة أو لحظتين شكرا مرة أو مرتين لحد، مودك هيتغير بدرجة 100%. جربي قولي. فعلا؟ اه والله. طب سؤال يا دكتور، لو انا متضايقه دلوقتي جدا وفتحت النوت بوك دي، ايوه، لو انا بمر بلحظه خوف، صح، توتر، توتر، قلق، دي مجرد ما هفتح وهبتدي ابقى قيم، ايه ده، انا افتكرت يا ايه اللحظه اللي انا كاتباها دي، انا كاتبه من اسعد لحظات حياتي لحظه تخرجي، مش هنسى وانا لابسه الجاون، مش هنسى وانا بشيل الكاب، مامتي كانت جنبي، بابايا كان بيحضني، صدقيني مخي هتروحي هتروحي للحظات دي. بالظبط، المخ فعلا هيفصل. مخي يعني مخي هيطلع بره اللي هو فيه دلوقتي. وخلي بالك بقى يوم بيوم، انت النهارده هتروحي بالليل هتعملي ده، هيبقى عندك لحظتين، بعد 10 ايام هيبقى عندك 20 لحظه. فهتفتحي الدفتر هتحسي ان انت قاعده كده بتقلبي، فهماني؟ لا ده انا قريت اربع خمس لحظات متفرقين، انا الحمد لله سعيده. الحمد لله. لا انا عشت سعيده. اللي اهداني السعاده دي فوق هيجيبها لي بعد كده. مهم اصدق ده من جوايا عشان خاطر في لحظه الحزن الشديده اللي بتعدي اقدر اعدي بيها. لازم لازم. لانه فعلا في الحزن معظمنا في الحزن حزن بيجيب حزن، يعني مثلا انا قاعده في لحظه تعيسه بعد شر علينا كلنا يعني منها، ببقى بقى طبعا افضل افتكر الحاجات اللي بتضايق اكتر، فتضايق اكتر فانزل داون قوي، برضو ده من الحاجات اللي انا اتكلمت عليها في الكتاب، فكره مواجهه الافكار السلبيه. خلي بالك الفكره زي ما السعاده ولحظات السعاده كده يعني فعلا بتنشر من حواليا احاسيس حلوه وجميله، برضو الافكار السلبيه لما بتجيني واسيبها بتاخدني بقى وتروح، فكتبه في الكتاب ازاي اعرف اواجه الافكار السلبيه، ازاي اعرف اقفشها، ازاي اعرف اقولها انت واقفه هنا بتعملي ايه، ازاي اخدها واحقق معاها وارميها بعيد واغير. انا دلوقتي جات لي قفشت نفسي وانا بقول هو خطيبي ده شكله مش انا قلقانه منه، طب واحنا بعد ما نتجوز ممكن يطلع شرير، طب واحنا بعد ما يطلع شرير ممكن نتطلق، طب هو خطيبك يعني ما فيش حاجه استدعت انك، بس انت سبتي الفكره تاخدك وتكمل. فكره جابت أكبر. فكره فانا لما افكر في كده ياه، لا لا دي الافكار السلبيه اللي قرينا عنها في قهوه صباحيه مع النفس، الفكره دي خلاص انا اتعلمت ازاي امسكك، ازاي اصيدك زي الصياد. تعالي كده، انا خطيب كويس، انا ما عنديش حاجه معايا تخليني افكر بالطريقه دي، انا هقوم دلوقتي هغير الحاجه اللي بعملها، هقوم العب رياضه، هقوم امشي على التريدميل. صوره الغلاف بتاعت الكتاب. أيوة. معانا للناس المهتمه بيه وحابه ان شاء الله ان هي تشتريه وتجيبه. ايوه ايوه. الكتاب دلوقتي الطبعه التاسعه من الكتب القليله اللي هو لسه ما كملش سنه وعمل تسع طبعات، الحمد لله الحمد لله. فعلا الواحد بيبقى محتاج وقت مع نفسه يعني. ازاي بقى اقدر اوصل للوقت اللي مع نفسي؟ يعني انا دايما لما بقعد اقرا، انا بهتم جدا بالحاجات دي، فلما بقعد اقرا مثلا لازم يبقى عندك اول ما تصحي من النوم او قبل ما تنامي او في نص اليوم 20 دقيقه او 15 دقيقه لوحدك، بس مش ببقى عارفه ازاي استغل الوقت ده لوحدي او اعمل ايه فيهم. طيب افصل ازاي؟ بصي بقى، دي اول حاجه تقريبا في تاني صفحه في الكتاب انا كاتبه ان الكتاب ده مهم قوي، انك الصبح تخصص له ربع ساعة قبل ما تبتدي يومك، ده الكتاب اللي انت هتاخده مع النسكافيه كل يوم الصبح او مع القهوة او يعني كل واحد مشروبك المفضل. تقولي هقرا من الكتاب ده ربع ساعة، هتقري بقى عن السعادة، هتقري عن الشغف، هتقري عن الهدف، هتقري عن الثقة بالنفس، مواجهة غول الخوف وتجاوز المحن والأزمات. طب ابتدي بأنهي؟ هما ترتيبهم في الكتاب زي ما انا قلتهم لك، لكن بليز ابتدي باللي انت محتاجاه. ممكن الاكثر احتياجا لي الحقيقه، انا في المرحله دي محتاجه ان نشوه تاخد بايدي ونروح لتجاوز المحن والازمات. لا انا الحقيقه في سر محدش يعرفه ومش عايزه اروح لثيرابيست ولا اروح للايف كوتش، فبصراحه انا محتاجه اتكلم مع حد عن الخوف، جوايا خوف مش فاهماه. يبقى هبتدي بمواجهه غول الخوف اللي محتاجاه.
طيب النهارده يا دكتور انت كاتبه عن الشغف. ايوه الشغف ناس كتير قوي 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 تبقى متحمسه لحاجات في حياتها كتير وبعدين بتفقد الشغف. حتى لو هي الحاجه دي بتحبها جدا صح، بس بتفقد الشغف وده بيسبب لها عدم رضا وعدم سعاده. حلو جدا. الشغف ايه؟ الشغف ان انا ابقى مغرمه بشيء، مولعه بشيء. فلو هو ده جوايا، يعني انا مثلا من وانا عندي 5 سنين انا مولعه بالقرايه عشقي. طيب ومن وانا عندي 10 سنين انا واقعه في غرام الكتابه. طيب ومن وانا عندي 12 سنه انا بعشق الناس والبشر وان انا اقعد اسمع اجتماعي. فمهم انك تبقى عارف اصلا انت مولع بايه. هل ينفع اكون عندي شغف بحاجتين ثلاثة أربعة وممكن 10؟ في الكتاب هتلاقي أسئلة مهمة قوي تساعدك على اكتشاف شغفك بعد ما بتعرض عليكي أكتر من 50 نوع من أنواع الشغف، 50 حاجة. وبعد ما بتقريهم ببتدي أسألك أسئلة تطلعي منها أنت شغوفة بإيه؟ عارفة أنت عايزة إيه؟ بالظبط. ولما تبقي شغوفة بحاجة اتمسكي بيها وروحي اشتركي في نوادي او على حسب الشيء ده، في ورش فيه بالشيء ده. سي انت هايدي بتحبي غير بقى شغلك مثلا بالاعلام بتحبي مثلا صناعه المجوهرات. النهارده في مدارس مخصوصه اشترك وما اقولش اصل شغلي. الشغف هو اللي بيأخر سن الشيخوخه، هو اللي بيخلق استمتاعك بالحياة، بحبها. هو اللي بينفعك الأوقات اللي كانت فرح بتقول عليها أنا إن ساعات البني آدم بيكون دعوة. الشغف هو اللي بياخدك من إيديكي ويطلعك فوق تاني. مهم جدا، مهم جدا نديله قدره ونديله اهتمام. بس هو الموضوع طبعا ما بيكونش عشان يعني لو حد بيتفرج علينا دلوقتي ما يحسش إن هو عنده مشكلة، ما بيكونش بسهولة. والله على حسب. بيكون عادي. أنا عايزة يبقى عندي شغف، هيبقى عندي. على حاجة بصراحة، أنا بيجيلي في مكتبي شباب او ولاد عمرهم 10 سنين اقول له انت باشنت في ايه؟ فيقول لي انا بحب كذا وكذا. وبيجي لي ناس اعمارهم 60 سنه اقول لها شغفك، تقول لي يعني ايه شغف؟ عشان عمرها ما اختارت. اقول لها طب هواياتك وانت صغيره؟ تقول لي عمري ما كان عندي هوايه. فهي صعبه بالنسبه للناس وسهله بالنسبه للناس. تمام. سهله بالنسبه للناس اللي اهاليهم من هم صغيرين كان يقول له هوايتك ايه؟ تعالى ننمي. انا فاكره كويس قوي مامتي، كنت انا واختي عارفه من واحنا صغيرين انا بحب القرايه والكتابه والشعر والاذاعه المدرسيه. اختي كانت شغوفه جدا بالرسم والاعمال اليدويه، وكل واحد فينا في الاخر اتجه لدراسه وعمل في مجاله. الاهل بيساعدوا قوي. طيب دكتور دلوقتي مثلا في جزء في الكتاب عن الطموح، ان انا طموحه جدا ونفسي اعمل حاجات كتير قوي، بس مثلا انا او البنت دي او الولد ده مش عارف يحقق الحلم ده او الطموح اللي هو نفسه فيه، فده طبعا بيقلب معاه الموضوع بالعكس. صحيح. بدل ما كان عنده طموح بيقلب معاه ان هو يبقى يعني متضايق شويه ان هو مش قادر يحقق فبيقلب احباط. انا اتكلمت في الجزء ده في ايه؟ اتكلمت في الهدف عن الطموح. اوكي. وقلت حاجة من بعد الطموح، قلت اتكلمت عن الفشل والخوف من الفشل وتكرار الفشل. اوكي. الفشل قلت ارجوك يا اللي بتقرا الكتاب ده اعرف ان مفيش حد عظيم ما فشلش، وان الفشل سمة العظماء، وجبت له سير وحاجات كتيرة جدا جدا لعظماء وناس موهوبين جدا فشلوا في بداية حياتهم. بيتهوفن، اتكلمت عن مانديلا، نيلسون مانديلا اللي اتسجن 27 سنة هو ده كان نجاح، وواحد غيره كان ييأس انتهى، خرج وصمم وكمل. اتكلمت عن ناس كتير قوي قوي، تشارلي شابلن. اتكلمت عن والت ديزني ده لما اشتغل في جورنان مشوه، رفدوه، قالوا له ان انت مش مبدع، يقدم افكار. والديزني اللي كلنا دلوقتي بنعشق، انتوا متخيلين؟ طبعا. يبقى طبعا يا فرح بتقول ان انت
طموح بس تعرضت للفشل، افهم ان كل العظماء فشلوا ما تيأسوش بس عملوا جميع. ايه عملوا ايه؟ راقبوا نفسهم، كملوا، وقعوا وقفوا، وقعوا وقفوا بشكل مبالغ فيه. ولازم تفرق ما بين حاجه، تكرار الفشل يبقى انت عندك مشكله في الاستراتيجيه بتاعتك. انت ماشي غير المعطيات علشان تتغير النتائج. طيب ولا انت اصلا عمرك ما فشلت وعندك الخوف من خايف انك اصلا تخوض التجربه فتفشل؟ دي مشكله ثانيه، ونروح لمواجهه غول الخوف وتعرف ايه سبب المخاوف اللي عندك. ده باب موجود طبعا. مواجهه غول الخوف موجود. طيب يا دكتور، انا هرجع للشغف وللطموح تاني في سؤال. النهارده انا لو ست ومتجوزه وعندي شغف ناحيه حاجه كبيره جدا وعندي طموح ليها بعد طبعا الشغف، بس اللي حواليا بيكسر فيا، سواء بقى زوج، سواء امكانيات بقى، ايا كان. صحيح. ازاي النهارده اقدر انا ان انا اخرج نفسي من ده واقول لا انا هكمل في حاجه، او مش هكمل في حاجه، انا فهمتك كويس، انا مش هستسلم لده. دي قصتي انا مع الحياه. يعني انا واحده كنت بشتغل في الصحافه، ومن صغري كنت بقى يعني دايما معروفه نشوه الاذاعه المدرسيه، نشوه الصحافه المدرسيه. قابلت مصطفى امين الله يرحمه وانا في سن صغيره جدا، وعملت معاه لقاء فظيع، الشيخ الشعراوي وانا صغيره جدا، يعني كان وزير الثقافه، كنت شغفك حلو الكلام ده وانا في المدرسه ما شاء الله، مش في الجامعه. وبعدين واشتغلت في الصحافه، الصحافه الفنيه، وبعدين اتجوزت وبقى معايا ثلاث اطفال صغيرين في ثلاث سنين ما شاء الله. فطبعا اللي هو كل اللي حواليا، لا خلاص سيبي كل حاجه انتي وركزي وربي العيال. وانا كمان ام جدا يعني، فبرضه ولادي عندي مشكله. نعمل ايه؟ ده سؤالك بالظبط يا هايدي، بالظبط اعمل ايه؟ كل اللي عملته ان انا حاولت ما انساش حلمي، ورغم الله. ان كل اللي حواليا بقى يقولوا لي خلاص يعني بقيتي ام وتلات عيال، ويعني خلاص بقى تلات يعني. عمري ما نسيت حلمي. طول الوقت كنت بعمل دراسات، بعمل دبلومات، بعمل ماجستير، بعمل دكتوراه. ساعات نومي وصلت في اوقات كتير في سنين كتير لثلاث ساعات، ولم تتعدى ابدا الخمس ساعات طول حياتي. طول حياتي كفحت كفاح، والحقيقه ما كنتش مستنية من حد يسقف لي، أنا مستنية من نفسي إن أنا أكون راضية عن نفسي. راضية عن نفسي. أنا خارجة بطاقة منك النهاردة. يعني أنا مش قادرة أقول لك، أنا داخلة بطاقة، خارجة بطاقة مختلفة. لا والله ده اللي حصل. لا فعلاً يعني. والحمد لله يعني لما ببص ما رجعتش تاني للكتابة والكذا غير بعد 15 سنة. بس كنت بنجاح. عملت حاجات كتيرة. ما شاء الله. عمري ما في يوم ما وقفت شغل، بس كنت بشتغل حاجات مناسبة إن ولادي يكونوا معايا. من البيت وحاجات بسيطة. حاجات هي مش بسيطة، يعني مثلا في وقت من الأوقات فتحت انترناشونال بري سكول نيرسري، فتحت حضانة دولية مهمة على مدار 11 سنة. كانت حاجة ناجحة وجميلة. الوقت ده اللي عملت فيه الماجستير والدكتوراه، وولادي معايا. ولادي النهاردة يعني الحقيقه اعظم مني ما شاء الله بمراحل. ربنا يخليهم لك. الام اللي تربيه لا بجد يعني هم لا هم اعظم مني يعني بكتير، وهم ساعدوني كتير طبعا، والى الان يعني بيساعدوني كتير جدا في كل حاجه يعني السر. بشكرهم ربنا يخليك ليهم يا رب يخليهم ليكي. يعني سر النجاح هو من النفس. برو ايمانك بنفسك. ايماني بنفسي. ايمانك باهدافك. اسمعي صوتك الداخلي. اوعي تسيبي الاصوات والشوشره اللي حواليكي والدوشه تاثر عليكي وعلى طموحك وعلى قدرتك على النجاح. كلام مهم جدا يا دكتور، احنا بنشكرك جدا. انا متشكره ليك، مبسوطه قوي ان انا كنت معانا قوي قوي ان احنا. شكرا شكرا دكتور نشوى، احنا بنشكرك جدا كنت معانا النهارده. انا وفرح وبجد استفدنا كتير جدا. حبيب. كلام مهم وكلام حلو، كلام يدخل القلب، كله طاقه ايجابيه، كله تفاؤل، كله امل. لازم تفصل، ولازم تحسس نفسك وتبقى واثق من نفسك، وان انت البداية. انت لو واثق في نفسك ومؤمن بكل حاجة انت بتعملها النهاردة، انت عمرك ما هتلاقي عدم السعادة. السعادة بتبتدي مننا، بتبتدي من اللي احنا مصدقينه في نفسنا. الحقيقة أتمنى أن أنتوا تكونوا استفدتوا واستمتعتوا زي ما احنا استمتعنا النهاردة بكل فقرات الحلقة وكل تفاصيلها، من نجاح لفخر للسعادة في نهايتها. وإن شاء الله بكرة نشوفكم في حلقة جديدة من برنامج أنتي. اللي ملحقش يتفرج على الحلقة يشوفها بكرة في الأعادة من الساعة 9:30 الصبح إن شاء الله. وكمان لو ملحقتش تقعد قدام التلفزيون تقدر تشوفها على صفحاتنا على السوشيال ميديا أو على موقع اليوتيوب قناة ETC Channel.
باي باي.